للحديقة معي ضيفين مميزين جدا، ويعني مشتاق لهم طوالي لكن وقت نلقاهم. كل عام وانتم بخير وصباح النور. مرحبا بك والله، صباح النور عليك وكل سنه وانت طيب، وكل سنه واس 24 كلها بألف خير، الشعب السوداني بألف خير ان شاء الله يا رب. ساكر. كل عام وانتم بخير، كل المشاهدين اللي بيشاهدونا بخير في جو خريفي وعرفي في نفس الوقت يعني. والأمة الإسلامية بخير، العيد مبارك عليكم وعلينا، وإن شاء الله دائما تامين وآمين ونقضي لحظات حلوة ولطيفة بطعم الجو الجميل لو باليوم السمح ده يعني. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دائما إحنا لما نلقاكم الناس بتكون بس كده راينا النكتة. أيوة. في محاور وفي حاجات كثيرة عايزين نتكلمها، لكن عاوزين نتكلم عن أو تسمعونا آخر نكتة مرقت، خريف وخرفان. خريف وخرفان، والله في الخرفان دي زميل الطريف قال لي حاجة لطيفة كده في الخروف، قال لي والراجل جاب الخروف في البيت عزب ولده عزاب، يا ولد شوف الخروف ده ماله سكت، يمشي يشوف الخروف، يا ولد الخروف ده كويس، يا ولد الخروف ده باقي الغنم المعود ما يكون انخنقن ولا حاجه، شوف الخروف ده عزب ولده عزاب، شوف الخروف شوف الخروف، فاي كله 3 ساعات زي جرعه دواء، شوف الخروف شوف الخروف شوف الخروف. اها. 4 صباحا جا صحى منهم قال لي يا ولد امشي شوف الخروف ده، قال لي ابوي الخروف ده انا لبست جلابيه وراقي جنبي وكل ما شطل الليل رقم الوطني يا احنا جطنين جاد الخروف الخروف ده. قالوا برضو عنده خروف وحصان في البيت، بعد شويه الحصان تعبان تعب داير يموت، الدكتور قال لهم هي الحصان ده لحد المغرب بقى كويس، رفع حيله بيرفع حيله، ما رفع حيله عضه طلقه، الخروف جاي يا زول يوسوس للحصان، قال له والله شايف بندقيتك بعيني دي والله، قالوا رفعت حيلك رفعت حيلك ما رفعت حيلك بتدوق طلقه، الحصان الساعه 5 عمله وروقع، ثاني عمله روقع، بعد شويه كده ووقف سيد الحصان، قال الله اكبر الله اكبر، الحصان وقف اذبحوا الخروف ده كرامه. شكرا لكم يعني اسامه وزاكر، دائما النكته بتكون حاضره معاكم في كل مكان، لكن في ناس لما يشوفوكم كده بتدور في مخيلتهم اسئله كثيره كده، الناس النكت دي بيعملوها كيف؟ بيجيبوها من وين يعني؟ من اين لكم هذا؟ طبعا اي انا ما كبير في شفقان، بس شفقان وسامي انت جاوب انا خليني لا النقطة طبعا هي دائما زي ما بقولوا هي مواقف حاصة في مجتمعنا، بتلاقينا في الشارع، بتلاقينا في مكان شغلنا، بتلاقينا في المناسبات، بتلاقينا في حتات كثيرة جدا جدا. في برضه النقطة اللي بتتألف يعني، في ناس كثيرين معانا في الفرقة اليوم التحية هم ممكن يألفوا النقطة، والنقطة دي هي بداية موقف انت بممارستك للنقطة وللطرائف دي بتقوم بترتجل فيها حياتك انت بإحساسك انت، بتقوم تطلع الناس، لكن بتستشير فيها انه او بتعمل لها ورشه للناس الفرقه ذاتهم يعني. النقطات اللي بقول انا عجبتني نقطه بقول لاسامه بقول لمنو بقول للطريفه بقول لصبري بتعدلوا بتعدلوا بتغيروا فيها؟ كلهم بنعدل فيها بنعدل فيها بنعدل فيها يعني، بنشاور مع بعض يعني، فخر بنعمل لها ورشه، محمد صديق ناصر الدروب شوقي عبد الغني جدو كلهم احنا بنشاور بنتشاور شنو؟ في النقطه حسن ميكانيكو كل الناس بتشاور في النقطه عشان يطلعوها بحاجه جميله وتقبل الناس، يمكن في ذول يقول لك لا والله فيها خدش كده بتمس كده ما تقولها كده يعني، الناس بتتشاور مع بعض يعني. بعدين يعني هي بتكون شكل ورشه يعني، انا كان في عيد من الاضحيه عيد الاضحيه انه الخروف في الضحيه حيكون غالي، خروف تطش خروف فورجي خروف كده يعني، دي الاسامي مرقت للخروف سعره غالي كده حيكون، فكان عملنا نكته في زمن من الايام دي انه الخروف زول جاب خروف الضحيه قبل العيد بخمسة شهور خدت الخروف ده، قال لما يجي العيد عشان ما يغلى والقى سعره عالي والقى سعره بتاع، فخدته مع ناس البيت الخروف اشوف ماشيين الروضه الخروف مباريون، البنات ماشيين الجامع الخروف يقدموا لحد الزلط ويجي راجع، البنات المره ماشيه السوق الخروف ماشي معاه السوق ويجي راجع البيت، يوم الوقف الخروف دموعه جاريه، سيد الخروف دنقر في الخروف قلبت بكماله، الخروف قال الحين كلها جابت خرفان الا نحن. طيب انا مش جاب فيكم خروف من لحد هسه والله لحد هسه لسه ما جبنا الخروف، بس انت قروش الحله اللي قال يجيبوا لي من هناك من جنبنا يعني، يقول لك هندي ساحه طيب خوفين من الاسعار. لكن بترخص الخرفان بترخص الخرفان بترخص والله ان شاء الله. نحن في مناطقنا السودانيه المختلفه بيكون دائما في نكات كده حول الخروف، ناس الجزيره بقول لك والله عندهم نقطه مع الخروف كده، موقف بيحصل ناس الشماليه ناس الغرب ناس الشرق كده، اجمعوا لنا حياه من دي كده نشوف مواقفكم معه. مواقفنا مع الخرفان انا عاجبني موقف خروف قالوا من الخرفان ديل
عيان عيا شديد خلاص الخروف عيان عيا 200 عيا قريب للضحيه زي زول لما يكون دار صوم رمضان يمشي للدكتور قبل رمضان عشان يقول لك يمكن يفطر ولا ما يفطر السكر الدغط السكر الدغط الخروف ده قال لي عيا عيا من بطري لي بطري من باش ممرض بس لافين بيه وليه هو عمل لهم شنو عمل لهم فيها ميت بس ميت مع ميت الخروف ده زي الليله وبكره العيد براه في زريبه بيتكلم بخياله يعني كده انا واصل في عياي ده ولا حرام علي الناس دي والله خسروا فيني ومش كثير انا واصل ولا ما واصل اواصل ولا ما واصل براه بيتكلم بخياله يا جماعه الناس اللي اشتروا فيني قروش وخسروا فيني دكاتره وخسروا فيني الناس انا بقول لهم شديد الحبي ولا اعمل ميت سيد البيت جم الزريبه سمع همهمة شنو الخروف ده قال لنا يا جماعه الخروف ده زول هبش وما في خروف ده كان الله حيانا احنا دايرين انه كده بعد يعالج حتى لخامس يوم ترى اذا بقى ما كويس احنا اصلا ما بنضحي به وسامع كلامه انه الخروف ده شنو بيستهبل عليهم سلف السكين سلف السكين سلف السكين صلاه العيد خروف ده ولا شهد نايم في نومه الامام سلم قال بعد خلاص ضحوا مسك لك الخروف ده في زريبته ولا قال بغيم جخ قال ما وريناك العيا طيب اسامه يعني برضو الضباحين في الاعياد عند شريحه يعني مهمه جدا في مجتمعنا وفي العيد ده نلقاهم متوفرين بكثره متوفرين هاي بعدين وغالين كده بعض المرات الضباح ذاته بيجيك يقول لك انا بضبح لك ب 150 بشيل الجلد يا اخي 150 اشتريته معي خروج جاي يضبح معي 100 مضبوح وراي ضباح ولا جراح ما خصيتهم بنكات ما عندهم نكات كده عندهم يا اخي الضباحين دي اللي انا ما عملت له نكته لكن انا في العيد الفات في ضباح يعني انا بعد ما جبت الضباح وبتاع قلت له يا اخي انت بتضبح من وين بالضبط وريني عن الحته اللي بتضبح منها الخروف في الحلقوم دي وريني اللي ناي فقام مسكني لها وقال لي يا زول مرر السكينه لكن ما ترجع فتمرر السكينه طوالي عشان ما تعذب الخروف فمسك لي الحته وانا بالسكينه ما شاء الله سنينه بس قلت يا زول يا انا يا الخروف اسمع شيء بس واخذي طريق الخروف ده الدم ده قال يا زول الله العظيم انا كبرتك في البيت والله اول مره اطلع عليها طيب لما تمشي تعيدوا في مناطقكم الناس بيحتفوا بيكم وتقدموا النكته من خلال مواقع كثيره جدا بيطالبوكم بنكته كده طوالي نعم دائما النكات بتكون مطلوبه على شنو؟ الاطفال الناس الكبار وطبعا اي حاجه شافوك بها في التلفزيون لازم يشوفوك بها في اي حته يعني في العيد انا بذكر عيد من العياد في القاله تحيه لاهلنا في القاله كلهم عندي زميلي في المدرسه زمان طولت من اسمه حتى زعلي بحييه برضه انا جيت العيد ده الحله كلها لابسه جلالي كلهم جلالي بالله انا جيت بيت هاي انا جيت مفارق الناس يعني تيشيرت وبنطلون جينز عجبتني جدار كده قلت ابشربين صليت بهم مع ناس الحله كلها جلالي محتزه جنبي كده بس سلمنا العيد العيد مبارك عليك كل سنه طيب قام قال لك ذاكر مسدسك وينو بقالي لك واطا الله يا ابو زيد كده ايوه انا كده لابس جلالي انت جايين بتيشيرت وبنطلون يعني الشارع العام الشارع العام ده فيه نكات كثيره الشارع العام ده لو لاحظتها ومريت باي زي بتاع الورنيش لو قعدت معاه لو في موقف معين طريف صحيح فانا قبل كده في سوبر ماركت عملت نكته جوه سوبر ماركت انه بيت بتشيل من بتملى في السبت من سوبر ماركت بتملى 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 وراها مره كبيره الحاجه اللي بتشيل البيت بتشيل المره البيت ملت السبت بتاعه والمره ملت السبت بتاعه فجاه البيت عينت وراها لقت المره وراها قالت لها في حاجه يا امي قولت امي المره بقت تبكي 8 سنه ما في واحده قالت لي يا امي 8 سنة أنا بنتي ماتت في حادث ما في واحدة قالت لي يا أمي كلمة أمي دي ريحتني عليك الله قولي لي يا أمي تاني البيت حنت على شبكتي يا أمي قالت لها هي ريحيني أنا لما أجي طالع من السوبر ماركت ديكور كلي قولي لي يا أمي البيت قالت لها حاضر المرة بقت مارقة دي في شبكة يا أمي يا أمي يا أمي لحد ما مرقت البيت تمسح في دموعها مشت لبتاع الكاشير آه معلش حسابي كم قال لها أنت أمك 2 مليون احتيال احتيال جديد طيب ذكرنا الامهات ونحن بنحييهم في العيد السعيد ان شاء الله بكونوا بكره تعبانين مع الضبيحه ومع الشيه والكمونيه والحاجات دي تعب وتعب شديد ذاكر كده ختاما كده قبل ما نختم طيب كويس قول لنا كده حاجه كده عن الامهات حاجه عن الامهات انا بقول انه الامهات قالوا كلام سمح في كل مكان بيرفع معنات الزول دي قالوا مره كبيره تحيل كل الامهات مره كبيره شديد ماشي الصيدليه تشتري لها حبوب رطوبه شايله عصاطه دي وبتتوقف في شنو في سيراميك الصيدليه كوبع كوبع مره عمره 95 سنه قام الصيدلاني قال لها يا حاجه قال لها العسل داير شنو قالت لي جدعت العصا
قلت لي يا ولدي انا ما في زول قال لي كلام زي ده، دار لي حاجه بس تفتح لي وشي ده. طيب اليوم حنجيكم زاكر ثاني، زاكر وسامه، لكن حنمشي لفقره روشيتا نشوفه، من ثم نمشي لهبه في الاستوديو ونعود بالتالي. احنا نرجع لعمار ثاني مع ضيوفه خارج الاستوديو. عمار شكرا هبه، نحن ما زلنا متواصلين معكم في صباحات سودانيه ومن داخل الحديقه والجو الخريف الجميل لاسامه وزاكر. العيد ومساحاته المختلفه، لكن الليل الوقفه. الليل الوقفه؟ الليل الوقفة. الليله والله في حاجات كثيره بتجيب، في حاجات كثيره بتشتغل. طيب نحن عايزين نرجع لكم ثاني في جو النقطه الظريف والجو الجميل ده. حتقدموا لنا شنو ثاني؟ اسمع منكم. نقدم لك حاجه بمناسبه الخرفان الضحيه. انا ضبح دويت حنكوش كده، جايب لي خروف اضبح، نشوف تفاعل الود المروق الحنكوش ده مع الخروف وداري نضحوه. انا حنكوش بس هاي جاي فيك، قبلوني كده جاي فيك، جاي فيك هاي هذا سكين دي جاهزه. يا خروفك ده داير انه فطور ولا غدا؟ عين انا عايزك تطبخ لي، لكن بالراحه عليك، انه ما تكون قاسي على الخروف. كيف ما اكون؟ عايزك تطبخ لي الخروف ده بالراحه كده، لانه الخروف ده انا خسران فيه 2 مليون ونص. دقيقه، يعني ما اكون قاسي عليك ده خروف؟ ما تكون قاسي، خليك كده ضباح، يعني عندك برستيج شويه، ويكون شنو عندك كده، يعني ما تكون قاسي. ما تكون قاسي ابعد قاسي، الضبيح ده واحد، احنا بنضبح من الضبيح ده واحد. لون الدم ده ما بريحني، لون الدم ده ما بريحني، يعني لما اشوف الدم قدامي كده يعني بهيج، بزعل، بغضب كده يعني. انت المحضرك الدم شنو؟ قبل كده قبل كده. لا لا اسمع كلامي، عليك لما تبقى قاسي على الخروف ده. عليك لما تبقى قاسي. ما عندكم طريقه ثانيه غير الضبيح دي؟ يعني ما في اي طريقه ثانيه؟ بس ضبيح، ما في اي حاجه غير الضبيح، ما في اي طريقه ثانيه؟ ما في. افتكرتوا اي حاجه جديده كده؟ ما في. اعمل لك شنو؟ انا في الخروف يعني كده، الخروف ده ممكن تلبسه لي كمامات، تغمد لي عيونه عشان ما هو ذاته ما يشوف لون الدم. انا اقدر اعمل عمليه زايد الخروف ده؟ يعني كده الخروف لو شافت لو سمحت، لو شاف السكينه دي لو سمحت. انا بكلم لك من صديق استاذ والله يعزك عزه. السكينه دي، السكينه دي يعني لو سمحت عليك دقيقه. خلاص اقول لك كلام، اقول لك كلام، خلاص اقول لك كلام. اسوي شنو؟ ما اذبحه؟ لا ما تذبحه. اعمل ليش شنو؟ قرصه، قرصه لما يموت. الله يلاقيك. الحاجات دي بتحصل؟ بتحصل اي مرات. ما برضه حقت الخروف قال لهم يا عم انا الخروف ده شلته منك، لكن ما اديتني قشه. قال لا يا نامش انا بايع لك مكيف. قال لا ايوه، ولا انت بعت لي زبلت. طيب يعني مساحه النكته في العيد كثيره جدا في مناطقنا السودانيه كلها، برضه بنشوف مواقف طريفه بتحصل. اسامه انت من الكلاكله وذاكر انت من الجزيره كده، احكي لنا جو العيد عندكم والمواقف الطريفه اللي بتحصل في مناطقكم. والله في الكلاكله جو لا 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 العيد جميل جدا، بالذات انا ساكن في الكلاكله سنقعط، حي العرب بيقولوا له، حي اهل الكلاكله بالذات ناس حي العرب دي. يعني العيد هناك في حي العرب جميل جدا في سنقعط محطه واحد، الجامع جنبنا، بعد الصلاه طوالي الناس كلها بعد الصلاه يمكن خاشين على البيت. وانا زمان زمان عمار كنت يعني يمكن اكون قدر الاطفال اللي حاسين يغنوا ديل، بحب المايك من انا صغير، من بعد ما خلاص صلوا صلاه الصبح وبتاع وطلعوا الفرشات في الفسحه بتاعت الجامع، انا بمشي بمسك المايك مع الناس، الله اكبر الله، وانا صغير بعمل التكبيرات دي. ليه؟ لانه بحب كده، لحد ما الرجال الكبار يجوا يكونوا لبسوا جلاليب ويجوا، انا بمشي البيت يا دوب بستحمى وبلبس جلابيتي وبجي بعيد، بعد اشوف مسدسي وين وطلاقي وين وحاجات. فالعيد في الكلاكله جميل جدا جدا، انا بحييهم كله ناس الكلاكله، وبحيي الحجه بقول لها كل سنه وانت طيبه. وكان الله يرحمها حبوبتي، الله يرحمها غمدها بواسع رحمتها، كانت طوالي لما امشي لها في العيد، يا حبوبه يا حبوبه، ايوه يا اسامه، ايوه شنو انت؟ اقول لها كل سنه وانت طيب، وانت طيب، ها يعني جاي عشان تقول لي كده؟ بقول لها جاي عشان اقول لك كده، طيب تعال ها، قمت اديني الجنيه ولا الاثنين جنيه العيديه بتاعت اللي نايم الوقت ذاك، ربنا يرحمه ويديها غمدها بواسع رحمتها. طيب احنا برضه العيد عامه في السودان له مكان وله طعم وله عزته ومكانته يعني، لكن احنا عندنا في القلقاله طبعا عيد الريف يختلف من عيد المدن. ممكن العيد في الريف وفي المدن بيشابهوا في صلاة العيد بس، لكن ما بعد الصلاة في شنو؟ كل السودان ده الناس بتشابه في العيد في صلاة العيد، لكن ما بعد صلاة العيد الطقوس العادات والتقاليد من الوقفة برضه والتماشي، من الوقفة، من الوقفة، جابوا الخروف، جابوا الفحم، نظافة الشوارع، زعيف البيوت، الستاير، الناس بيجهز الخرفان، اديني قش وجيب قشك، جيب علوقك، جيب عليك، تجيب مناسبة علوقتك وعليقك دي. قالوا واحد مشى السعودية
بإغامة حقت راعي فترة، هو شغال له وظيفة كبيرة كده، شايل إغامة الراعي دي في جيبه، قريبه مش السعودية. بعد مش السعودية كده قام قال لي جاي من البلد مالك، خليت الحلة وخليت الزراعة وخليت السرحة وخليت جاي السعودية، كلكم جايين السعودية السعودية ها السعودية. قال لي خليها لسعود تكلم معي، انت هسع إغامتك في جيبك قرب التدغي تقول ميغ. ده قاعد يا اخوانا في العيد قاعد جنب الباب، عصريات كده قاعد جنب الباب بتاعه شنو، بيشوف الناس الماشيين معيدين وجايين راجعين، فشاف بيت جات ماشيه شبكه، ياخذ لحظه بس لحظه يا اخي بتكلم معك لحظه بس، قالت لي الله ما عندك اخوات في البيت؟ احترموا نفسكم، احنا في 2016 ليه انتوا بتشغلوا؟ قال لا والله ما بشغلك، والله ما بشغلك، بس انادي امي تشوفك. قولت امي البيت طوالي. اه اوكي طالما الموضوع في امك معناها انت زوج جادي عليك لما تاخر، لانه كده عليك لما تاخر محصر لي مشوار. قال لا ما بتاخر بس دقيقه بس، مشى لامه. يا امي في شنو؟ يا امي في شنو؟ تعالي تعالي شوفي البيت دي، شوفي البيت دي يا امي، ما شاء الله ما شاء الله زينه وسمحه. اي عليك الله ركزي فيها كويس يا امي، مركزه ما شاء الله عليك، الله عيني في البيت دي كويس والبيت شغاله. خجلتني ملتزمه ما شاء الله، ركزي فيها كويس يا امي، ما شاء الله شايفاها كويس والله ما شاء الله عيني بارده. عليك الله رايك فيها شنو؟ والله سمحه الله ان شاء الله تبقى لك عروس سمحه. عليك الله يا امي خالي عبد القادر. طيب نحن ذكرنا الامهات ونقول لهم كل عام بخير برضه، في شريحه جميله جدا، والعيد ده بالنسبه لهم موسم فرح بدرجه كبيره جدا للاطفال. يا سلام يا سلام، الله الاطفال دي الفلذات اقبالنا يعني. أيوة والله والله العيدية هو طبعا اشتروا لهم الهدايا من يوم الوقفه، واشتروا لهم الملابس، بعدين العيد حقهم العيد حقهم هم حق الاطفال، العيدية وبتاع مما يلبس لبسته خلاص وطالع معك ده خلاص كده كده استلم العيد، العيدية بعدها تديها له الفسحة تفسحها له البتاع. احنا كل ما نكبر في العمر كل ما فرحة العيد شوية بتقل من الناس، يعني ما بتبقى فرحه لنا بعد، بتبقى لك فرحه انك تقوم تكون زول مسؤول وتجيب تواجب الناس والزيارات وصله الارحام والحاجات دي، لكن الفرحه تقولون نكات كده للاطفال. والله الاطفال دي انا ما استحضر، لكن عندي نكته، طفل صغير دي قالوا جابوا لي لبسه العيد، ها بعد جابوا لبسه العيد الفنيله جاي بيسلك من المغرب العيد الصباح بيسلك من، قال لهم عشان العيد ما يفوتني انا داير البسه. بعدين بقى شنو يتحكى هنا امه تقول له ما لك يا ولدي، قال لها يعني ما في حاجه هنا قرصتني، قالت لي قرصتك نمله؟ قال لا عاد بحك لي في سكراتش مع نمله ما تيجي تورقيها. دي طفلين في مدرسه الاستاذ ناداهم قال لي تعال يا ولد تعال، معلش احنا بنحاكي صوت الاطفال عندنا اللي بيحاكي صوت الاطفال، لكن نديكم نكات على الاطفال برضه في العيد. وده اثنين اطفال صغار في المدرسه، الاستاذ سال واحد قال لي تعال يا اخي صاحبك علي ده عنده ثلاثه برتقانات اداك مني اثنين الباقي لكم؟ قال لي يا استاذ هو بدي بلا باقي لي. بعدين قالوا جاوا انه موجه في وزاره التربيه والتعليم في المدرسه، طبعا من زمان بيجيك الموجه بيقعد في الفصل بيعرف مستوى الطلبه، فده موجه جه قاعد في الفصل داري يعرف مستوى الطلبه، والطلبه في الفصل ده السنه كلها يرفعوا يدهم الا طالب واحد بس السنه كلها ما بيرفع يده. اليوم جه قاعد فيه الموجه ذاك الاستاذ سال سؤال، الطلبه اللي كانوا بيرفعوا يدهم السنه كلها اليوم ذاك ما رفعوا يدهم، الطالب اللي ما بيرفع يده ده هو بلا ساس 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 ساس. الاستاذ بينه وبين نفسه كده بيجي يتكلم يا الله الطالب ده رفع يده، الليله احنا مستوانا في المدرسه دي حيدو زيرو في الـ في الـ في وزاره التربيه، المدرسه دي حيقولوا مستواها منتهي، ده لو جاوب الموجه ده حيرفع تقرير للوزاره انه مدرستنا دي منتهيه. الموجه قاعد، فقام قال للاستاذ يا استاذ الطالب ده طول رافع يده، اتفضل يا ابني. قال له يا استاذ، قال له ده ابوك؟ ما عنده علاقه بس. طيب احنا في ختام حلقتنا دي معاكم زاكر واسامه دارين نحيي البيوت السودانيه كلها بلهجاتنا المختلفه، ندخلكم في امتحان كده كده، حيوا لنا الناس دي كلها كل عام وانتم بخير، ونحن الليله في الوقفه وبكره العيد، لكن ده مدخل جدا. انا بشرق السودان بقول دبايوا اهلا طيبين عافيه ان شاء الله كويسين تعيدوا على خير، كل عام وانتم بخير، ومن هنا الجزيرة كيف حالكم، نطيب عملكم، نطيب خاطركم، نطيب جوفكم، نطيب رضاكم، ما طاب لكم عدو معونكم، لين سكيكم تزين جزاكم زين طيبين، تعيدوا على خير ان شاء الله تامين والامين وبصحه وعافيه. وانا بين ناس الشماليه بقول كوري كوري نانجنه بقولوا كده ضعف الرضا. او كل سنه وانتم طيبين، وسر ناجمي بالطناقله، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد يتبارك علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله تامين والامين والابراهيم كل الشباب والزميل و...
المصورين خلف الكواليس المصورين كل سنة وانتم طيبين واسركم طيبة وبعافية ان شاء الله. وعمار ان شاء الله عيد مبارك علينا وعليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. برضو بدارفور هاي والدمي عافية جيت نجيت بجبال النوبة هرتم ترتر العيد مبارك عليكم كل عام وانتم بخير. تحية لكل ولايات السودان بصحة وعافية كل عام وانتم بخير. ولناس الوطن ناس الوسط الناس البنادر كل عام وانتم بخير العيد مبارك عليكم كل سنة طيبين. كيف الله يبارك فيك الله يسلمك ان شاء الله دائما تامين وامين يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا لك زاكر شكرا لك وسام نورتونا في صباحات سودانية في يوم الوقفة ما الوقفة اللي فوق وقفة العيد. شكرا لكم وحننتقل لهبة مرة أخرى في الاستوديو. هبة